موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وكالة أنباء إنترفاكس الروسية تنقل عن الجيش الروسي قوله أنه اتفق مع تركيا على فتح معبري سراقب وميزناز في منطقة خفض التصعيد في إدلب ومعبر أبو الزندين في حلب. لليوم الرابع على التوالي تستمر قوات النظام بمنع حافلات نقل الركاب من العبور إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عبر معبر الطبقة غربية الرقة. شبكة الخابور المحلية تفيد بالعثور على جثة عنصر من قوات سوريا الديمقراطية مقتولاً في القسم السادس من مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي. مركز الترصد اللبائي يعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة وتسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري في مقابل تسجيل 7 حالات شفاء من الفيروس. وزارة الصحة التابعة للنظام تعلن تسجيل 12 حالة وفاة و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أكثرها في محافظة دمشق. وزير الصحة التابع للنظام حسن غباش يعلن تزويد لبنان ب 75 طنا من الأكسجين على مدى 3 أيام في ظل ارتفاع عدد الوفيات والإصابات المسجلة في مناطق سيطرة النظام، وفي وقت أكد فيه 2 من مديري المستشفيات اللبنانية لوكالة سبوتنيك عدم وجود نقص في مادة الأكسجين في لبنان.